السلام عليكم، ان شاء الله تكون لاباس. معنا اليوم شين ديستريبيسيون بيجو 207 موتور 4. نشوفوا مع بعض طريقه الكالاج. احنا دائما من خلال الصفحه نتاعنا نبسطوا للخاوه اللي يبغوا يتعلموا. هذا كيف الكالاج، تطلع البيستون الان والكات يكونوا الفوق، تقلع بوجيه مثلا باش تقبض روحك، ولكن البيجو مسهل بزاف صوالح. راكم تشوفوا معايا هنا، راني بيجي هنايا لك راه تبان، راني بيجي تما كاين بيج. هاديك كي المفتاح تما كي يدخل في صالة نتاعك يبين لك بلي البيستون او الكات راهم طالعين. داكور، كملنا مع البروكان. يبقى لنا هنايا البولي اربراكان، دير لابالونس تاعك هنا بالطريقة القديمة كما قلنا، كاين اللي منا وكاين اللي منا. هنا في البيجو دير البالونس هنا في الان باش هنا يكون الكراطمون تاعك. ولا علينا، كاين تيجي هنايا، ها هي تجي مع بعض، تقبع هنايا تفوت هنا في الكلاس، سهله مهله، اسهل حاجه كاع. نروحوا للطوندير مع بعض حبه حبه. نروحوا للطوندير ان شاء الله، غير اللي ماش تكون مليحه وصعيب. الطوندير تاعنا هو بالمناسبه مع احترام الفلاش كما نقولوا، مش بعقارب الساعه الجهه الاولى. شوف هنايا يدور هنا، راكو تشوفو كتبة كفرها، تشوف تقراها عندك. طوندر ها هو، شو مع بعض ها وين يجي. هاد زوج ودنين تاعه يجونا. حنا نقولو دايما اللي يبغو يتعلمو ويدعيونا دعوة الخير. هذا مكان، شوفوا معايا حاجة أخرى، اللسان هذا أنا غادي كين طوندي غادي يجي هنا في الوسط كيما نقولو، غادي يجي هنا. وها الفلاش يقولك بلي طوندي لتحت كيما نقولو هاك، اللسان هذا اكدوا عليه يجي في الوسط هنايا باش الكروه تكون مريقله وفي لاطونسيون نتاعها جوج جوج على القاعده، وباش تحاول على البومبا وما تفرحهاش، ما تبقاش تغروط لك، وتحاول على الله عشان تعيش مده طويله على اللي كما نقول لك المصنع 60000 ولا 70000 ولا اللي كان. ليسونسيال نروحوا للاشان تاعه جديده، باسكو هو راه عاد كيركب لاشان. شوفوها مع بعض لاشان تاعها، ماشي بزاف ملي عاودها مولاها، ان شاء الله يكون يتبع فيا باسكو فيديو غادي يشوفه. لاشان تاعها هذه راه عاد كيركبها، ها هي جديده. اي واحد يبغي في لاشان. السلام عليكم، لاباس شي قاري؟ الشيخ قاري، قاري خويا قاري غير من قاري ما تقولش عندك قارو عندي، واه قاري روح انت كي تشوفها من برا منها جديده. مولاها قال لك ماشي بها 20000، شوفها عاد نقيه. ولكن شوف الخضر وين الشيخ يوسف. الحمد لله اخويا، الحمد لله، الله يحفظك. شوف معايا انا لاشان كي نقلبوها، شوف معايا كيف دايره. هذه كاع راه ماشي هكا، وكما قال لك والجايه اكثر. شوف معايا هذه كاع هكا، الواحد كان قادر ما يفيريفيلاش. حنا بالمناسبه عاود مجوند كيلاص، وقلت له جو بليفير الواحد يزيد يفيريفي معاه، قال لي ما كاش مشكل. مي قال لي عندي ملي بدلتها 20000 حاسبها، ولكن بغيت انا نزيد نخدم خدمتي، نجتهد من عندي. لاشان قاراها ما تصلحش من الداخل، هذه هي نصيحة في سبيل الله. الانسان يفيريفي، سينو كنت قادر الانسان يركب له ويعدل له. هذه ما تطولهاش، كي نقولوا في هذه الحاله 20000 سما شحال تمشيه، شحال باقي تمشيه، ماشي بزاف. من المستحسن الانسان يركب حاجه مليحه ويفيري في حاجته مليح ويثبت وتسخر الله. السلام عليكم.